وقعت وزارة النقل والاتصالات مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية تمويل مشروع تطوير قرى ولاية صور. المشروع سيعمل على إنشاء خرسانات إسمنتية للطرق الجبلية ضمن أعمال المرحلة الثالثة. تضمنت الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم على تأهيل وصيانة بعض الطرق الجبلية التي تتأثر يعني بشكل يعني كبير عند نزول الأودية وأيضا هطول الأمطار، وطبعا هذا بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في الخدمة المجتمعية والاستثمار في تنمية المجتمع. الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بصفة مستمرة هي مبادرة في هذا الجانب، سواء كان بالنسبة لتأهيل الطرق أو للجوانب الأخرى. طبعا هنا دور الوزارة اليوم في توقيع اتفاقية هي إجراءات التناقص لهذه الطرق وأيضا الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع التي جزء منها في نياب الطيوي، الطريق الذي يخدم ويربط طيوي بقران والجيلة، وأيضا أجزاء أخرى في وادي بني جابر في القرى التي تتأثر حسب ما أسلفت سابقا عند نزول الأمطار والأوزان.